الاستاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الف الف مبروك. بطوله غاليه غابت عن الاهلي 10 سنوات منذ عام 2007، ولكنها من جديد تعود الى احضان المارد الاحمر، تعود الى المكان الطبيعي، بيت النادي الاهلي. الله يبارك فيك، مبروك عليكم. قناة الأهلي جزء لا يتجزأ من منظومة النادي الأهلي، دايما بتدعمونا وبتدعموا لاعبتنا وأجهزتنا والإداريين، احنا بنشكركم وبنقول الحمد لله على كل شيء، لكل مجتهد النصيب. وأنا بقول هارد لك للفريق المصري وإدارته، كابتن حسام حسن المدير الفني، أدوا اللي عليهم. واهم حاجه ان يعني بهني اتحاد الكوره كمان ان البطولات البطولتين الرسميتين انتهوا على خير وقدروا في وقت ضيق. لازم زي ما بننقدهم كتير لازم نشكرهم على انتهاء الموسم بالكامل. والحقيقه انا على المستوى الشخصي سعيد، وسعيد ان انا اسمع ان النادي الاهلي بيحصل على كاس مصر، لان كاس مصر ده شيء غالي علينا. واتمنى ان احنا البطوله الاهم والبطوله حلم جماهير النادي الاهلي، بطوله ابطال افريقيا لانديه الدوري، يكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. هذا هو قدر النادي الاهلي، تطلع من بطوله لبطوله ودايما سقف الطموح بيعلى لانك انت جوه النادي الاهلي. اكيد يعني النادي الاهلي راضينا او لم نرضى، أجيال بتتواصل زي ما بنقول دايما. والبطولات كاس مصر ليه خصوصية شوية، لأن هو دايما كاس مصر بيخلص بأزمة، وربنا بيوفقنا في اللحظات الأخيرة. من أيام أنا حضرت كاس مصر سنة 66 كان في لعيب سوداني اسمه أسامة يوسف جاب جون برضه بعد غيبة لما كان الفريق يعني متفكك، وكابتن علي زور بيحاول يلم شمله. لكن أنا من الناس على المستوى الشخصي بعتز قوي بكاس مصر، لأنه كمان كان بيغيب عن النادي الأهلي بقاله 10 سنين. أستاذ عماد، بروح المشجع وليس عضو مجلس الإدارة، عشت إزاي آخر 10 دقايق أو 7 دقايق من المباراة؟ الحقيقة ما أكذبش عليك، أنا دايماً عندي ثقة في الإعلان. الحقيقة لما تمشي على مجريات المباراة، يعني طبعاً التوفيق وعدم التوفيق ده شيء ربنا هو اللي بيمنحه، إنما يعني كان صعب قوي إن المباراة تطلع يعني بالشكل ده، فيها مش عاوز أقول وان سايد جيم عشان ما بحبش الكلمات دي، لكن فيها يعني تسيد للنادي الأهلي. والنادي الاهلي بيمر بمرحله صعبه شويه اليومين دول، علشان يعني بيحاول يحافظ على تاريخ 110 سنه، انه يعمل لائحته. والحقيقه متكتل عليه بعض اصحاب المصالح، فكان ليها يعني كان عندي امل في ربنا كبير، وعندي امل ان ربنا يكرم الراجل اللي بقاله 3 سنين ونص الناس بتنال منه، محمود طاهر، اللي انا زي ما حضرتك بتقول النهارده كمشجع في النادي الاهلي انا بشكره وبعتذر له على كم التعدي على شخص محمود طاهر، الرجل الذي اخلص للنادي الاهلي واحب النادي الاهلي. وانا مش عاوز منه حاجه، انا ما بتزلفلوش، انا قابله من زمان بسنين، بقالي 50 سنة في النادي الأهلي. أنا مش محتاج من محمود طاهر حاجة غير أن أنا أقول له مبروك عليك، ومبروك على مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبين وزملائي في المجلس، لأن الحقيقة الفرحة كنا النادي الأهلي كان محتاجها اليومين دول. عماد، زي ما حضرتك بتقول، في ظل الصراعات والحرب الشرسة على مجلس إدارة النادي الأهلي وشخص المهندس محمود طاهر، لكن النادي الأهلي قادر يحافظ على قيمة البطل، شخصية البطل، قادر يحقق بطولة وراء بطولة، بتبقى أبلغ رد. النادي الأهلي دايما برد في الملعب وفي أي مكان وفي أي استاد. شوف يا أخي العزيز، موضوع بطولة النادي الأهلي 110 سنة بطولات، وزي ما كان المهندس محمود طاهر بيقول في مؤتمر الصحفي، احنا أول نادي عمل اللائحة بتاعته، مش انا كمشجع، وحضرتك بتسميني وانا بشكرك انك بتسميني مشجع، انا ليا الفخر النهارده ان انا جاي مش جاي رسمي اشجع النادي اللي عشت فيه احلى لحظات عمري، والنادي اللي حافظ على عراقته ورقيه طوال 110 سنه. فالحقيقه شخصيه البطل دي تقدر تحكم عليها في السبع دقايق الاخرانيين، ان هو الفريق لا ينهار، الاهلي بمن حضر بيتعافى بسرعه، والحمد لله على كل شيء. انا على المستوى الشخصي كمشجع مبسوط قوي النهارده. استاذ عماد، انا بشكر حضرتك، وان شاء الله ان شاء الله اقول لحضرتك مبروك بعد الفوز والتتويج بدوري ابطال افريقيا. شكر قوي، وتحياتي لجميع العاملين بقناه الاهلي، الحقيقه هم جندي المجهول في تحقيق هذه البطولات، لتغطيتهم الكريمه الاحترافيه اللي انا بعتز بيها، وبعتز ان انا اكون الضيف على القناه الوحيده النهارده. النادي الاهلي، اشكرك كابتن.